تحفة أخرى من التحف السيستانية، علي الصالح من تحف السيستانيين هنا في المملكة المتحدة، يحدثنا عن قضية حضارية مهمة، وأتمنى أن تلتفتوا إلى لغة جسده، إنه يحدثنا عن قضية حضارية خطيرة مهمة جدا. انحصر البابا فقال له السيد من طلع، قال له سيدنا أنت شايب وأنا شايب وأنا هسه محصور وين أروح؟ فقال له السيد محمد خذ ودي للتواليت مالتي. يقول احنا توالتي السيد شنو توالت بالنجف قديم، الله اللي يعلم لو يطلع لك ابو بريز لو يطلع لك الخرفسانه، واحنا ايش داعي من الجسم من التواليت. قلت له هذا شو اسوي؟ قال بعد هذا محصور شو نسوي؟ الله ستر، تتذكرون السيد السيستاني رجله مكسوره مره من انكسرت فخلوا له كرسي للتواليت. قل هذا الكرسي البلاستيك القديم المشتري انقذنا وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السيستاني. تجنون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟ لا والله ما أدري شنو يعني معنى حضارية. يعني البابا بال بيت السيد السيستاني، يعني المعنى الحضاري مالته شنو؟ أتحفنا يا سماحة العلامة المحقق، أتحفنا، ما هو المعنى الحضاري لبولة البابا في بيت السيستاني؟ هو سيشرح لنا، رجاء اعرضوا لنا هذه الحقيقة الحضارية. تجنون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟ عدتوا شو؟ عندما تسمع الروايات when you hear the رواية saying إذا كان آخر الزمان نادى المنادي بين السماء والأرض أن الحق في آل محمد اللهم صل على، يعني عثمان الخميس، يعني يوسف القرواوي، يعني كل الغرب، يعني الشرق، كلهم سوف يقفون ليشيدوا أن هذا التشيع الذي قاده الخميني والخامنئي والسيستاني والصدر والصدر الأول استطاع أن يبني حضارة في العصر الحاضر جعلت من باب الفاتيكان يأتي إلى باب مرجعيات الشيعة. هذا التعبير الحضاري لها، هذا الترجمة أن الحق في آل محمد، مو بس يعني جنسر المسلمين، لا لا يعترفون بك أنك هذه الحضارة الحقيقية لحضارة أهل البيت. يعني هو ليش إحنا حضارتنا من الحزام والجوة يعني بالمراحيض تصير ليش؟ يعني هي هاي الحضارة، من طيح الله حظكم وحظ حضارتكم وحظ مرجعيتكم الصقاط، شنو الخرط هذا؟ الصيحة في أن الحق مع علي وشيعته هي من العلامات الحتمية لظهور إمام زماننا، شنو علاقة بولة بابا الفاتيكان ببيت السيستاني بالصيحة؟ شنو العلاقة؟ هل هناك من ارتباط لفظي، ارتباط معنوي؟ شنو هالتحريف وشنو طيحة الحظ هذه؟ هذا هو الذي تقدمه لكم المرجعية السيستانية والحوزة الطوسية البترية النجفية القذرة، هذه القذارات، بهذه القذارات
تملأ رؤوسكم يمنعونكم من متابعة برامج قناة القمر التي تقدم لكم لباب ثقافة العترة الطاهرة ويدفعونكم إلى هؤلاء كي تأخذوا من قذارتهم وأوساخهم. ما هذا الوراء؟ ذكرتني بولة البابا بشخة مرجعنا الخوئي الذي حدثنا عنها أحد تلامذته المرجع المعاصر كمال الحيدري، هو الذي حدثنا عن شخة مرجعنا الخوئي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. يقول على نفسه ولا في الشاهد يجيبون اسمه شنو هذا فرق. واللطيفه من فيلم ابو شايفين له يقول له بانه هذا شنو ماخذين منه انت سيارات يا عبد الله؟ قال رجعوا له هذا مستوى سيد اخوان. سيد لو ما نزل براجيات يا اخوان شنو؟ راجيات ضربوا راجيات ما ادري انا سياف علم سياف ضرب راجيات أحسنتم بريد سيارات كان سيارات موجودة من البلد والله مو نقلة من أحد. نعم موجود ثم ليش رحت شو يلبي مغير كله غالي جدا شي يصير والله حجيبة شبابنا والعوضات بيت والنزل اللي كنت راكم ما حسنا كل شبابنا أقول أصلا عمي يكتبوه بودوه طبعا يأسفه شي يسوي لك غير تستشهد والله تنقذ امام العالمي اكو غير في عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي انه هذا الاول انا زدت كمان حيث ابو بابا الاول مرجع طائفة سجل للتاريخ ابحث هاي تقضى معلم ايشي يصير لا اعلق شيئا لكن هذه مفاخرنا هذه مفاخر الحوزة الطوسية النجفية البترية.